صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الجمعة 2 آذار. صناعة العود حرفة بطريقة للانقراض لولا صمود البعض. العشائر العربية بتحيي الذكرى السنوية 9 للشيخ أبو سلطان، محطة ثقافية مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير المنوعة. أما ضيوفنا لليوم فهن السيد أغوب تيرزيان عضو مجلس بلدية بيروت، لنحكي معه عن حفلات موسيقية بوسط العاصمة تحت عنوان بحبك يا لبنان، والفنانة إيناس العوام ملكة جمال عرب الولايات المتحدة 2018، لنحكي معه عن تتويجها باللقب وأعمالها الفنية والغنائية الجديدة. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية الحلقة بتكون مثل كل صباح مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية ومدام جوسين أبي فارس معنا على التليفون لناخذ منها تفاصيل تقسيم الجمعة وكيف رح بيكون خلال الويك اند. مدام جوسين صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. الطقس كيف؟ الطقس والله دافي ربيعي عن جد بامتياز. مزبوط صحيح، نحن هلأ تحت تأثير كتل هوائية دافية مش بس علينا مسيطرة، على الحوض الشرقي كله. أي اليوم بداية النهار بتكون بين صافي لقليل غيوم، في ضباب على المرتفعات، ضباب محلي بعض المناطق. نعم. بعد الظهر بيتحول لغائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل. أوكي. بكرة السبت غائم جزئيا لغائم بسحب مرتفعة كمان مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي رح تتخطى معدلات الموسمية. والأحد بيكون كمان غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبتنخفض مع الرطوبة. أوكي. بالأرقام؟ بالأرقام اليوم على الساحل الحرارة رح تروح من 10 لـ21، فوق الجبال من 7 لـ17، بالأرز من ناقص درجة لـ8 درجات، وبالداخل من 5 لـ20 درجة. هلأ بالليل بعدها شوي هيك أو فجر بعد شوية قرصة سقعة، بس صح. بنهار عم بتعود الشمس 100%. الريح الصبحية اليوم بتكون شمالية غربية بنهار، تحول لشمالية شرقية بالليل، سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رؤية متوسطة بتصير من بعد الظهر، الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و70%، حيل البحر اليوم بيكون متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء بلشت تعلى فارت 19 درجة. شكرا كثير لك على كل هالمعلومات، ونتمنى لك نهاية أسبوع حلوة. أهلين جوال، صباح الخير. صباح الخير بيارات لك للمشاهدين يلي عم بيتابعونا. جولة على عناوين الصحف. اليوم الجمعة 2 أذار ومنبدأ مثل العادة مع النهار، وفي عناوين معارك الوزارات في جراحة الموازنة، ماكرون يرجئ زيارته للبنان وتثبيت موعد مؤتمر باريس، سجال كلامي للمرة الأولى بين حمادي ومنسقية تيار المستقبل. في العناوين أيضا الهدنة غير كافية ودمستورة يخشى حلب ثانية، بوتين في رسالة ردع للغرب هذه أسلحتنا التي لا تقهر، مجلس النواب العراقي يطلب من الحكومة جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية، وبختم مع مروان سكندر تخصيص تأمين الكهرباء مدخل إنجاح مؤتمر باريس. إلى الحياة، وفي عناوين موسكو تتهم واشنطن بإنشاء 20 قاعدة عسكرية في سوريا، دمستورة يبدأ البحث في اللجنة الدستورية خلال أيام، بوتين يطلق سباق تسلح ويتحدى أمريكا نوويا، برلمان العراق يطلب جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية، يوم غضب لقضاة تونس ومحاميها ضد ممارسات النقابات الأمنية، فراغ في البيت الأبيض بعد استقالة مديرة الاتصالات. وأيضا في الحياة، أرمينيا تلغي اتفاقا للتطبيع مع تركيا، وبعنوان أخير دبلوماسية المقاهي نهج بريطاني لكسب نفوذ في منطقة ملتهبة. إلى المستقبل، وفي عناوين الصفد يدعم المستقبل، حكومة ميقات صفر لطرابلس، أعلن عزوفه عن الترشح، والشعار والجسر وشخصيات سياسية وشعبية تنوه بقراره، الممرات الإنسانية الروسية في الغوطة مسحة، واشنطن مهمتنا في اليمن محاربة الإرهاب ودعم السعودية، فيسبوك وتويتر بدل الملصقات والتجمعات الانتخابية، ولي العهد السعودي فلسطين أولوية خاصة،
عباس يؤكد ضرورة عقد مؤتمر لإحياء العملية السياسية، وبختم بقلم أسعد حيدر سليماني جوكوف النظام الخامنئي. من المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، الحريري يشيد بالحفاوة السعودية ويؤكد نجاح محادثاته في الرياض. مسيرة على طريق قصر بعبدة لذوي الحاجات الخاصة، معصورة بالصفحة الأولى لصحيفة الأنوار رافقت هالعنوان لاعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة على طريق القصر الجمهوري امبارح. في عناوين أخرى، الأمم المتحدة صور من الفضاء أظهرت الدمار الشامل في الغوطة، وبقلم المحلل السياسي اليوم الثاني للحريري في المملكة أكد المظلة العربية والدولية فوق لبنان. الثلوج تشل الحركة في بريطانيا، واقتصاديا في الأنوار 1.2 بليون شخص في العالم يعانون من أزمة الكهرباء، وبختم مع رفيق خوري تجارب السقوط المدوي لقرارات مجلس الأمن. في عناوين صحيفة اللواء، المشهد الانتخابي ينتظر عودة الحريري على وقع طبول الحرب، كسروان جبيل أم المعارك المسيحية وتشحات على عجل لأحزاب السلطة. واشنطن تصفها بالسخرية والأمم المتحدة تعتبرها غير كافية، هدنة الخمس ساعات تزيد من معاناة المدنيين في الغوطة. دائما في اللواء، بوتين يفتتح انتخابات الرئاسة باستعادة خطاب الحرب الباردة، سنرد بأسلحة لا تقهر على الاستفزازات الأمريكية. الأمير محمد بن سلمان يزور مصر قبل لندن وواشنطن. أكد أولوية مكافحة الإرهاب البنتاغون، ندعم السعودية في اليمن. وبختم بعنوان أخير ضمن مقالة نادين سلام لليوم يلي بتسأل بعنوانها هل اقتربت ساعة الحقيقة؟ من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد، السعودية تبعثر أوراق الحريري، هل يفيده قديمه؟ مصادر حكومية للبلد، أولى عقبات إقرار الموازنة تتعلق بخفض موازنة الوزارات. رسالة واضحة من طلاب المخيمات إلى المجتمع الدولي، 300 مؤسسة رعاية تحتاج إلى 33 مليارا إضافية، وبختم مع صورة رئيسية هدنة تحرج ولا تخرج. منتابع جولتنا ومنوصل إلى صعب باللغات الأجنبية بترجمة لعناوين The Daily Star بالعنوان الرئيسي لجنة الموازنة في سباق مع الوقت، وبختم بعنوان أخير بوتين الأسلحة النووية الجديدة ليست مسحة. إلى لوريان لجور، وفي عناوين بملف لبنان السعودية الحريري والغموض، انتخابات 2018 الدوائر الرئيسية للمعركة بين الأديان. إلى عناوين صحيفة الشرق، عودة الحريري من المملكة تعيد الروح إلى الحراك الانتخابي، القائد الجيش جاهز لمواجهة أي عدوان إسرائيلي. واشنطن وموسكو تتبادلان التحدي بالقصف النووي. أمريكا الهدنة الروسية في سوريا سخرية. عمال الكهرباء السلسلة أو التصعيد الثلاثاء، وبختم بعنوان أخير لعون الكعكد من مقالته لليوم برأي الشرق، بفضل المجرم بشار أصبحت سوريا ساحة تجارب أسلحة. إلى الشرق الأوسط، تصعيد روسي إيراني ضد أمريكا، بوتين يستعرض صواريخه بلغة الحرب الباردة، وخامنئي متمسك بالأسد، وبرلمان العراق يطلب جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية. إسرائيل تطور خطط الحرب على حدود لبنان. واشنطن تعرقل مسعى موسكو لشرعنة تطهير الغوطة. تعيينات عسكرية تصاعد الخلاف بين السراج وحفتر. المهاجرون يسهمون 9% من الناتج الإجمالي العالمي. الدول العربية تدرس حظرا واسعا على التدخين. وأيضا في الشرق الأوسط، السعودية تقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي، وبعنوان أخير حفيد ملكة بريطانيا يزور الأراضي الفلسطينية. وختام جولتنا مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت لليوم الموازنة أمام الهدر المقونن. في العناوين الداخلية، لبنان بين تكتيك التهدئة واستراتيجية المواجهة، بين 24 الثاني و 28 شباط، مفاوضات المستقبل للقوات في الأمتار الأخيرة، وبختم بالصورة الرئيسية أيضا من وقفة احتجاجية لذوي الاحتياجات الخاصة اللي صارت مبارح، إلكن الله. ومع هالعنوان من الجمهورية بنكون عم نختم جولتنا على عناوين الصحف، بريك ونرجع. We'll be right back.
جولة فنية وثقافية منبلشها من استوديو زقاق يلي رح بيقدم بكرة السبت بثلاث الشهر عرض دوما بعنوان فنان ونص لفرقة ايد وحدة. فرقة ايد وحدة لمسرح دوما هي فرقة مسرحية تجريبية تفاعلية مؤلفة من أطفال لاجئين سوريين بمخيم شتيلة. العرض رح بيكون بكرة بتمام الساعة 6:30 بعد الظهر باستوديو زقاق. إلى الحفلات الموسيقية، واليوم بيستقبل مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية ببيروت أمسية صوفية بعنوان العشق هويتي للشيخ أحمد حويلي. الموعد رح بيكون بتمام الساعة 8:30 المساء. فلب الشيخ قم لون سجاجيد التقى برا من يرفع عصا الترحال مهما قال ينزلها. ودائما بمسرح بيير ابو خاطر بالجامعه اليسوعيه ببيروت يلي رح يستقبل المسرح الخميس الجاي ب 8 الشهر عازف العود السوري كنان ادناوي، وبيشاركوا على العود الفنان شربل روحانا، وذلك بمبادره من الكونسيرفاتوار الوطني. الموعد الخميس 8 الشهر على الساعه 8 المساء. حكي شوية بكي مثل النقط مثل الشتي بشباط مثل غيمة صيف لا هي المسافة ولا هو الوقت. لكن الموعد رح بيكون الخميس المقبل ب 8 الشهر بتمام الساعة 8 المساء، مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية. ننتقل للأعمال المسرحية، وبتقدم إذاعة صوت المحبة عمل مسرحي بعنوان علقة وعلقناها، قصة بطولة وإخراج الأب فادي ثابت بمشاركة ريمون صليبة وجيه صقر ديانا أبي راشد ومجموعة من الممثلين. التأليف الموسيقي لشارل شليلة، والعروض عم بتكون من الخميس للأحد على خشبة مسرح جورج الخامس بذوق مصباح. هل انا حسيت انه بنبرتك في عندك هيك في عندك نبره كثير حلوه؟ شو لك سمعك شيء؟ ايه سمعني شيء. وشبه انا مريض انا خنا عمي وعلى الروب بس حافظها حافظها بس ميت بوبي حافظها كشف طيب صوتي حلو صوتك قوي يعني صوتك لازم اذا في ميكروفون لازم تبعد قديش يعني انه في معك سياره. ومنتابع مع الأعمال المسرحية، ومبارح على خشبة مسرح المدينة انطلق عرض مسرح جديد بعنوان حكي رجال تأليف وإخراج لينا خوري يلي كمان عم بتمثل مع مجموعة من الممثلين جابرييل يمين، فؤاد يمين، طارق تميم، توني معلوف وجوزيف زيتوني. العروض رح بتكون من الخميس للأحد بمسرح المدينة. حكي رجال مسرحية مش فرفة على مسرح المدينة والبطاقات عند أنطوان. إخراج لينا خوري. شهر الفرنكوفونية بينطلق رسميا اليوم، وللسنة الثامنة على التوالي بتستضيف العاصمة اللبنانية نشاطات كثيرة هالشهر من تنظيم وزارة الثقافة، الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، الانستيتو فرانسي دو ليبان، بالإضافة كمان إلى مجموعة من السفارات الفرنكوفونية بلبنان، وهالسنة سفارة الأوروغواي كمان بتنضم للمرة الأولى مع السفارات اللي بنظم هالشهر. الافتتاح رح بيكون اليوم مع الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية بقيادة الدكتور وليد مسلم، وبيشاركوا عزفة البيانو ماري فيرمولا. الموعد اليوم على الساعة 8:30 مساء بكنيسة مار يوسف للأباء اليسوعيين بمونو. وهالشهر كمان رح يستقبل حفلات موسيقية كتيرة، عروض سينمائية، محترفات، نقاشات ولقاءات. منتابع مع مواعيدنا ومننتقل إلى مهرجان البستان. وضمن المواعيد المقبلة، الموعد اليوم رح بيكون مع عازف البيانو كيت أرمسترونغ يلي رح بيقدم أمسية بعنوان
أولباخ بيانو ريسيتال على الساعة 8:30 المساء بأوديتوريوم إميل البستاني بالفندق. منتابع مع مواعيدنا، ولكن رح ننتقل هلأ إلى جنوب لبنان وتحديدا إلى صيدا. بيقدم الفنان خالد الهبر أمسية موسيقية نهار السبت 10 أذار على الساعة 8 المساء بمركز معروف سعد الثقافي بصيدا. ونرجع للأمسيات الموسيقية، ولكن من بيروت وتحديدا الناو ببيروت يلي رح يستقبل نهار الأحد 4 الشهر أمسية عزف على العود مع الفنان سمير نصر الدين. مواعيد كثيره لنهايه هالاسبوع، وبكره بكازينو لبنان رح نكون على موعد مع الستاند اب كوميديان الفرنسي جان ماري بيغار يلي رح بقدم امسيه بعنوان إلي تيت اون فوا بيغار لو سبيكتاكل دو ما في. الموعد رح بيكون بتمام الساعه 8:30 المساء بالكازينو. Hier dans l'avion, tu fais ce que tu veux là, hein, pour le coup. Là tu fais mou, dur, toi tu fais ce que tu veux, tu colles des papiers partout et tout. T'as vu? Push. الدورة 37 لمهرجان اللبناني للكتاب بأنطلياس انطلقت، ومواعيد كتيرة عم يستقبلها المهرجان من توقيع كتب، لقاءات، ندوات، حلقات نقاش، وطبعا وتكريم لأعلام ثقافية وأعلامية كتيرة. وضمن المحطات محطة بعد بكرة الأحد بأربع الشهر، وتحية إلى الفنان التشكيلي الراحل وجيه نحلي بذكرى الأولى. الموعد رح بيكون على الساعة 4 بعد الظهر بالقاعة الكبرى لمسح الأخوة خوين رحباني. الفنانة الفرنسية شانتال غويا وفرقتها رح يعطوا موعدين للجمهور اللبناني الويكند المقبل بقصر المؤتمرات بدبي ب 10 و 11 الشهر، ورح تقدم خلالهم شانتال البيست اوف من احلى اعمالها. والختام رح بيكون من دار النمر للثقافة والفنون بكليمانسو يلي بيستقبل اليوم العرض الأخير لمسرحية أيوبي، هالعمل من تأليف وإخراج عوض عوض. العرض رح بيكون بتمام الساعة 7. عائلة فلسطينية عن حق وحقيقي ما شكا ممثلين المسرحية فعلا. واليوم الجمعة موعد ثابت مع زميلنا يقظان التقي عبر إذاعة الشرق والمجازين السياسي، وضيوفه لليوم رئيس وحدة الدراسات ببنك بيبلوس الأستاذ نسيب غبريل، الأستاذ خالد القصار، وكمان اتصالات كتيرة والحدث السعودي بين براغماتية الحريري والتموضع السعودي مع الكاتب السياسي علي نون. المجازين السياسي عبر إذاعة الشرق 8:30 صباحا مع الزميل يقظان التقي. كيف عم بيكون وقت الطرقات هلأ؟ خلينا ناخد فكرة مع جوال. مشغل جذاب غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، معه رح نعمل جولة على الطرقات لنعرف شو وضع السير حاليا. صباح الخير. ألو. ألو. موجود؟ موجود. تفضل جذاب. نبلش من المدخل الجنوبي، اليوم بتكون حركة سير ناشطة إلى طبيعية على المدخل الجنوبي من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، كمان عم بتكمل حركة سير ناشطة باتجاه أنفاق سليم نفق سليم سليم. رجع يصير حركة سير كثيفة من نفق سليم سليم باتجاه الوسط. نعم. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة مثل كل يوم من الأرزة باتجاه السيد المكمل على الأقصاد رئيس أمين لحود باتجاه الكارنتينا، كمان حركة سير ناشطة. أما على جسر العدية باتجاه الأشرفية عم تكون حركة سير كثيفة اليوم. أوكي. عنا من قصقص عمر بيهم باتجاه بشارة الخوري عم تكون حركة سير كثيفة.
أنا من البربير باتجاه كورنيش المزرعة أو الخط المعاكس، يعني بالاتجاهين حركة سير ناشطة اليوم، ما عنا كثير ضغط سير. كمان الإشارات كورنيش المزرعة مثل ما بينت دائما حركة سير ناشطة. بالنسبة للأشرفية من قطاعات على الحكمة باتجاه برج الغزال عم تكون حركة سير ناشطة على الإشارات، عم بتكمل من برج الغزال كمان باتجاه برج المر حركة سير ناشطة. لا تصير مثل كل يوم حركة سير كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. عندنا الخط البحري من عند مريسة باتجاه الروشة بالاتجاهين حركة سير كثير منيحة. أوكي. المدخل الشمالي عم تكون حركة سير كثيفة من الدبية باتجاه أنتلياس وصولا لنهر الموت. عندنا الطريق البحرية حركة سير كثيفة كمان اليوم. نرجع نشهد حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة، من الدورة نرجع عنا حركة سير كثيفة من جسر الدورة باتجاه الكارانتينا. أنا من شهر حلو حركة سير بلش تصير تقريبا هلأ كثيفة باتجاه الصيفة، من الصيفة باتجاه الوسط التجاري كمان عم تكمل حركة سير كثيفة. هذا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث تسجلت بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 6 حوادث نتج عنهم 6 جرحى. الحمد لله على السلامة. حلوة. أكيد. شوي انخفضوا يعني أكيد، حتى ما حضر السرعة اللي صدرت كمان مخفضين 997. أكيد بنذكر. تقدم إن شاء الله دايما هيك. أكيد. أوكي. للتواصل معنا أكيد على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك لتويتر وأكيد الأبلكيشن كمان. أوكي. شكرا لك جزاف، يعطيك العافية. بريك جديد بأخبار صباح بنرجع من بعده منتابع، خليكم. صباح الخير. حفاوة الاستقبال عكست عمق العلاقات، وبين المملكة ولبنان تاريخ طويل وأيادي بيضاء، فحرارة اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الحريري بتبشر بمرحلة جديدة. أما القوى السياسية بالداخل فعينها اليوم باتجاه السعودية والعين الثانية على خارطة التحالفات الانتخابية بعد عودة الرئيس الحريري، ليبقى أيار موعد الحسم على الساحة النيابية. محطتنا الأولى لليوم رح بتكون مع، رح نغير، رح ننتقل لتقرير تاني ورح ننتقل بحلقتنا لمنطقة خلدي بذكرى 9 على رحيل الشيخ أبو السلطان. جمعت ديوانية الراحل عدد كبير من وجهاء ومشايخ العرب بحضور الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. تخلل اللقاء تأبين للراحل الشيخ أبو السلطان وتأكيد عشائر العرب بلبنان على التمسك بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري. تقرير من تابعه سوا. الذكرى 9 لرحيل الشيخ أبو السلطان الشاهين شكلت مناسبة جماعة عشائر العرب من مختلف المناطق اللبنانية بديوانية الراحل، مناسبة مخليت من المواقف يلي شددت على دور الراحل والعشائر بالحفاظ على العيش المشترك. هذه الديوانية المباركة في منطقة خلدة تجسد العيش الواحد بين اللبنانيين. قد ما تتعرض العشائر العربية لا هجمات ولي حقائق في الإعلام، تتميز بأمرين أساسيين: عن ضطينة ودي أن إيه كلها خير وتعمل خير للغير. دائما أن نذكر مزايا المرحوم التي تتمثل بالشهامة والكرامة والصلح. وشيخ أبو السلطان هو خير من كان يمثل هذه الشريحة من الناس آنذاك، وله علاقة حميمة وجيدة مع آل الحريري، وتتكامل مع الرئيس سعد الحريري بإذن الله لما فيه خير العشائر ولبنان والعرب جميعا. سلطان له كثير عنا من المناضلين الأبضيات اللي وقفوا مع تيار المستقبل، وبي كان في عقله علاقة شخصية ومودة ومحبة نحن ونحن والعائلة هون الكريمة. ضل نحن وياهم متوحدين، أهم شيء بجو سياسي يطالب بالشق السيادي يلي مطلب لكل اللبنانيين. واليوم تجتمع العشاء العربية من الشمال إلى الجنوب
لتستذكر هذا الرجل، فنحن لن ننساه وأملنا كبير بابنه سلطان. نحن بالنسبة لنا اللي خلف معنا خينا سلطان على كفتي هذه المسيرة أكيد كثير. هو على الخطة الصحيحة كثير ليصير زي بيو، عشان بيو ما في حدا يعوضه لنكون صادقين وصالحين، لكن هو عم يعمل جهد كبير مع تواصل يومي معه بشكل مباشر، وعنده هذه النخوة اللي كانت موجودة عند بيو. الذكرى التاسعة اللي كانت برعاية أمين عام تيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري تخلل مواقف من عشائر العرب أكدت على تمسكهم بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعم لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري بمختلف الاستحقاقات القادمة. عشائر العربية في لبنان من البقاع من أقصى الشمال إلى البقاع إلى الجنوب إلى بيروت إلى جبل لبنان إلى جانب الرئيس سعد الحريري، والعشائر العربية بإذن الله حتكون وفية لهذا النهج، وستة أيار حيكون دليل خير ذلك. يا ريت السنة ما بنقيس بمعايير عدة اتجاه المرشح للعشائر بكون ممثلين بالندوة اللبنانية وحصرا مع بيت الحرير وتيار المستقبل. وبهيدي الذكرى أنا بدي أكد على الوصية اللي أمني فيها بي اللي هي كمل بنهج الشهيد رفيق الحريري مع دولة الرئيس الشيخ سعد. وأنا أكيد أنه ما منلاقي عند أهلنا العشائر إلا الوفاء إلا كل الإخلاص والوقف الثابت اللي ما تغيرت على مر السنين. ونحن ما فينا إلا غير نقول الله يوفى الجميع والله يحمينا البلد. بيقولوا تغير بلدي بالغضب مصور بلدي، الكرامي غضب والمحبي غضب والغضب الأحلام بلدي. رح نتابع حلقتنا وننتقل إلى فقرة السؤال اليومي ونشوف بهالتقرير شو جاوبوا الناس لما سألناهم عن معنى كف عفريت. نشوف. على كف عفريت سألك شي زعيم، لأنه الزعمة في البلاد عفريت. عفريت مبلا هاي أول عفريت، في عفريت كتير هون بالبلد. وضع الاقتصادي والوضع الأمني على كف عفريت، ما بيعرف كيف الواحد بيصير، ما هو العفريت بناط حط كيف بيصير هيك. البلد هدي أنا على كف عفريت، يعني بتعرفيش أنت بتنفجر الحكاية. لا على كف عفريت يعني أنت على أج على حفة، على كف عفريت كنت وقعت. عفريت اسعى سيارة موجودة كف عفريت يعني من فعل يعني كف عفريت البلد مشلولة، يعني شغلة بدها تصير واقف على كف عفريت يعني مخطرة. على كف عفريت يعني الدنيا مهزوزة، الدنيا بخطر، الله يبعد عنا العفاريت والشياطين والقرود. شو بدي اقول لك بقى؟ على كف عفريت يعني قايم المشكل. كيفكن يا جماعة؟ العفريت بيلعب براس الإنسان بيعمل مشكل، والكف العفريت واقف على لحظة تيضرب الكف، يعني كأن واحد واقف على المهوار ووقع. العفريت سامع فيه والكف بصير الكف ولا العفريت. يعني ما بتعرفي انتين بيخرب البلد والدنيا كلها. كل البلاد معفرته والحياة معفرته وكلها معفرته. سامع في عكف عفريت يعني القصة ما القصة، يا بتخرب يا بتعمار. الله يسترنا. أخبار الصباح مع جوال عبكرة، كل يوم بحضركم عبكرة. يعني عكف عفريت يعني تعبيني كتير زيادة عن اللزوم. العفريت شيطان. شو العفريت؟ كف الشيطان. ما هو العفريت شيطان، كف ولا الشيطان البلد واقف عليه، يعني ما بتعرف أي شعب يلقبه. أنا عفريت شو بدي خاف العفريت؟ ما أنا عفريت بدي خاف العفريت. لا عفريت مع السيارة، ما هذا العفريت بحطوه تحت السيارة وفي له مثل حديدة بيرفعه. طبعا بعرف العفريت، حفظناهم للعفريت معلين اللي على أساس حننتخبهم. ما كلنا نحن لو ما في عفريت ما عم نشتغل، كله بركب ترابيش، كله عفريت وترابيش. انا الملك، انا الكينج. كف عفريت يعني على بيقولوا تقريبا على المهوار، شايف عفريت عم يلعبونا على الشكر بكر. بس كف عفريت يعني بده يصير شيء، بده يصير انفجار، بده يصير دنيا على كف عفريت، انه عنكزه بدها تنفجر، هذه هي.
تعليقا على يلي سمعناه، كف عفريت هي عبارة تقال لتبيان مدى الخطورة وعدم الارتكاز والاطمئنان، لأن العفريت سريع الحركة وبيميل للشر. إذا العبارة بتدل على خطورة الموقف. رح نتوقف هلأ مع أهلين ومن بعده نرجع نتابع مع الزميلة مريم الحاج. ضلكن معنا. Dr. Paul Kersey had the perfect life until one fateful night. When the law fails to protect and serve. All these are open cases? Yep. One man becomes a hero. The men who did it are out there. With a wish. I want to buy a gun. A wish of death. The man really wants to protect what's his. مجموعة جديدة من الأفلام انطلقت هالأسبوع بصالاتنا السينمائية اللبنانية، واخترت اليوم سلط الضوء على أربعة منها يعتبروا الأهم من بين هالمجموعة. Death Wish أفضل أفلام بروس ويليس لهالسنة انطلق هالأسبوع. هالفيلم يعد نسخة جديدة من فيلم قديم صدر بفترة السبعينات بالاسم نفسه، وبالوقت قام ببطولته النجم الأمريكي الراحل تشارلز برونسون. الفيلم المقتبس من رواية ناجحة بتحمل الاسم ذاته من تأليف الكاتب الأمريكي برايان جارفيلد. بالنسخة الجديدة من هالفيلم يلي هو من إخراج إيلاي روث، بيلعب ويليس دور طبيب وهو أب وزوج بتنقل بحياته لما تتعرض زوجته وبنته لحادث اعتداء عنيف بمنزلهم، وبتكون نتيجته موت الزوجة وتعرض الابن لإصابات خطيرة. ولما بيفشل هالأب بمعاقبة المجرمين بالقانون بيتحول إلى آلة قتل لا ترحم تسعى وراء كل المجرمين يلي عجز القانون عن المساس فيه. Because I need you. Come over here. I just saw somebody run by. What do you mean you just saw someone run by? Have you saw someone run by here? I did. I want you to get under the stairs. Dad, why are you putting me under the stairs? Dad, call the cops right now. Dad, please be careful. Take your phone and dial 911. What is your emergency? There's men. They're breaking into my house. They're on my front lawn. I think they're here. أيضا من الأفلام المهمة يلي بدأ عرضها هالأسبوع بصالات السينما فيلم غدا العيد للوسيان بورجيلي يلي حصد أخيرا جائزة لجنة التحكيم بمهرجان دبي السينمائي. جوزيفين سيدة اللبنانية بتنجح بعد سنتين من المحاولة بأنه تجمع عائلتها حول مائدة واحدة للاحتفال بعيد الفصح. على هالمائدة بتسود أجواء من الفرح الظاهري بيخفي وراء التوتر السائد بالعائلة، وبتكفي حادثة بسيطة لأحداث تغيير جذري بحياتهم. من خلال هالفيلم بيرصد لوسيان بورجيلي وبحرفية واقع المجتمع اللبناني. الفيلم إذن هو من إخراج وسيناريو لوسيان بورجيلي، تعاون كمان بهالفيلم مع فريق كامل من ممثلين وقفوا لأول مرة أمام كاميرا السينما. أهلا بربيع. الجديد اكيد احسن من قدام الفاسدين. هيدا طنط نقاش كتير طويل. هيا خلينا ناكل. جابي ريتا بليز بلا سياسه اليوم. امي صار لها سنتين عم تجرب تجمعنا على طاوله الغداء، والسنه هيدي تزبطت معها. صار لها سنتين مش فايت على بيتنا. ليه؟ اختي حسيتك مش على بعض كشي؟ أيضا هالأسبوع انطلق فيلم Everyday المأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعا وفقا لنيويورك تايمز، وبتحمل هالرواية الاسم نفسه Everyday. يعني هالفيلم بيشهد عودة مخرج فيلم The Vow مايكل سوزي بعد 6 سنوات لإخراج ثاني أعماله الرومانسية. هالفيلم بيحكي قصة فتاة عمرها 16 سنة بتوقع بحب روح غامضة. هالروح
بيسموها أو تسمى أي، ولكن ولأنها روحة بتسكن جسد شخص مختلف كل يوم، بتشعر هالفتاة بارتباط غريب معها، وبتصير كل يوم تبحث عن الروح أي لتعيش كل 24 ساعة حالة حب مع شخص مختلف. الفيلم قام ببطولته مجموعة من الشباب ما بتتجاوز عمر أكبر واحد منهم 23 سنة. It's really lonely. It isn't, because I know what makes each person different and what makes everyone the same. Why are you doing this? The day we met, I felt something I've never felt before, and I don't want to let that go. I am so proud of you. Oh, thank you. What about? I'm in love with someone who wakes up in a different body every day. Always the same age, never the same person twice. For such a bright, beautiful, kind. أخيراً وابتداءً من هالأسبوع رح تقدروا تشاهدوا واحد من أهم الأفلام المنتظرة لها السنة، هو فيلم ريد سبارو بطولة جينيفر لورنس، وبتدور القصة حول فتاة بتضطر مجبرة على أنها تتجند لدى الاستخبارات الروسية، وبتستغل أحد أهم أسلحتها للوصول إلى أهدافها، وهو جمالها الأنثوي يلي بتغري فيه كل مين بترغب بالحصول على معلومات منه، إلى أن يوكل إليها أحد أصعب مهماتها على الإطلاق، وهو استهداف وكيل الاستخبارات الأمريكية المحترف بتخطي حماية أجهزة الحواسيب الروسية، حتى يحصل بيناتهم أكثر الأمور المحظورة بعالم الجاسوسية، لما بتنقلب اللعبة لتصير مشاعر الحب حقيقية بيناتهم. الفيلم هو من إخراج فرانسيس لورنس، مأخوذ كمان عن كتاب لجيسون ماثيوز بعنوان ريد سبارو. You'll be trained in psychological manipulation. You must learn to push yourself beyond all limitation. Take off your clothes. When we are finished with you, the person you were will no longer exist. Every human being is a puzzle of need. You must become the missing piece, and they will tell you anything. You have a gift. You know how to survive. This is what you were meant to do. There is a traitor in the government. His last known contact is an American. صباح الخير مريم. صباح النور. احلى شيء عم تعمليه هو استعراض اخر الافلام اللي عم تنزل بالصالات، واستعراض الكتب جوا. سبقتيني بالاضافه طبعا بالاضافه اصدارات الكتب. مريم، عم نحكي كثير عن افلام هوليووديه بالفتره الاخيره، تمحورت حول موضوع انه شخص معين بياخد هو بطاره لانه القانون ما بيقدر يعطيه العداله اللي هو بيطمح لها. شو الهدف من تكرار هالنوع من المواضيع بهوليوود؟ نعم جوال، في هدفين لتكرار هالنوع من المواضيع. الهدف الأول هو أنه هالموضوع مأخوذ من صميم الواقع. سنويا ومن حول العالم مش بس بأمريكا بيتم إقفال عدد هائل من الملفات لأنه ما تم العثور على الجاني، وهون بيقدر السينمائي من خلال هالحبكة المستمدة من صميم الواقع بيقدر يطرح أفكار دسمة، من فكرة وهم العدالة الحقيقية إلى أنه الحياة ليست عادلة بالمطلق، إلى فكرة الغضب وكيف السبيل للتحرر من الغضب. ثاني هدف هو أنه أكيد هوليوود منا بريئة أبدا بتكرار لهالنوع من المواضيع. التكرار هدفه انتقاد سياسة دونالد ترامب الفاشلة وتذكيره بانعكاساتها السلبية على المجتمع، خاصة اليوم أنه في مشكلة الأسلحة اللي موجودة بين إيدين الناس مزبوط. بأمريكا، وعم يسعوا ليشوفوا كيف بدهم يحدوا طرحوا يصلحوا الأساتذة. إيه، وهذا كمان حل منه منطقي أبدا. طبعا نحن كنا نشوف هيك نوع من الأفلام، بس هلأ كتير عم تتكرر والملاحظ كمان أنه ما بقى ينتقدوا بلدنا نحن، لأن وين ما كان بتصير هيك أمور. أكيد، أكيد. نعم مريم، الأسبوع الماضي كمان حكيت عن فيلم انطلق بالصلاة اللبنانية لبروس ويلس، هو Acts of Violence. صح. واليوم رح ينطلق أفضل أفلام بروس ويلس لهالسنة. كم فيلم تقريبا شارك بروس ويلس هالسنة؟ بكم فيلم رح نشوفه خلال العام؟ هلا اكيد بيارات هوليوود عم بتجرب تستفيد قدر الامكان من بروس ويليز قبل الاعتزال، لدرجه اكيد صار عمره 60 سنه بالنهايه، لدرجه صور بالعام 2017
ست افلام جديده ما بعرف اذا صايره قبل، وكل هالافلام طبعا تنتمي الى فئه الحركه والاثاره. عرض منها الافلام ثلاثه هن Once Upon a Time in Venice و First Kill، والفيلم اللي حكيتوا عنه الاسبوع الماضي وبعده موجود بالصالات السينمائيه هو Acts of Violence. انهى كمان تصوير فيلمين بروس ويليس بعد ما تم تحديد موعد عرضهم النهائي هن Reprisal و The Bombing. اما هالفيلم يلي حكيت عنه Death Wish اليوم فهو الاهم من بين كل هالافلام ان كان اخراجيا او من حيث السيناريو. وكنا اذا بتتذكروا لما حكينا عن Acts of Violence قلنا انه عم بيعاني من بعض المشاكل خاصه على مستوى السيناريو. بDeath Wish لا ما في هالمشكله، على انه اكيد نرجع نحكي عن The Bombing و Reprisal لما يحين موعد اصدارهم. اوكي رح نختم اكيد ب Acts of Violence يلي كمان اليوم تقدروا تشاهدوه بالصالات السينمائيه. مرسي لك مريم، نحن بنشوفك الثلاثة الجاي. باي مريم. باي. So welcome to Claire McGregor. Cheers. 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 I see him. Look who crawled out of his cage. What's up, brother? Go have fun tonight. I'm going to go with my girlfriends. Okay, we'll make sure you're safe. Cheers. Cheers. Woo! One for the bride-to-be. What's your emergency? My sister's been abducted. I'm going to do everything I can to try and find her. We gotta do. We gotta let the cops do their job. If you don't go looking, she's as good as dead. Can't go around kicking in doors. What happened to Mia? Two guys at the club. They run girls. You know I can find them. They're gonna kill me. Find them and make an example out of them now. من الأفلام إلى النشاطات يلي نحن بانتظارها بوسط بيروت ومن بعد الاحتفال بليلة راس السنة رجعت كرت السبحة والبلدية كتير ناشطة. أغو بترجيان عضو مجلس بلدية بيروت، أهلا وسهلا فيك. بونجور. صباح الخير. صباح الخير. يعني تحت عنوان بحبك يا لبنان نحن بانتظار ويك أند جديد سبت وأحد حافل بالنشاطات بالأجواء اللبنانية والغربية كمان. صح. هيدا قرار صرتوا خلص حاطينه براسكم بالبلدية ايه؟ ايه خلص مش حنرجع نكرر نحن اخذنا القرار. لا هالويكند هو بحبك يا لبنان، بلشنا بالتركيبات الغراب سيج والإضاءة امبارحة بالليل بلشنا، وبده يكون بفتكر انه ويكند مميز على ساحة النجمة. رح بيكونوا النشاطات اقل ايه هو بده يكون مقسم لاثنين. قسم بده يكون عنده اجواء لبنانيه يعني شارع المعرض والشارع الامويين بفتكر اذا ماني غلطان بالو بالو بده يكون شارع كل شيء له طابع اوروبي وبالنص بالساحه بيلتقوا. هلا نحن النشاط ببلش الساعه 7 السبت ومباشره للساعه 10:30 11 على 11 كل العالم بلتقي بساحة النجمة. نصر لها بكرة الصبح. هيدا بخصوص نهار السبت. قبل ما نكفي عن نهار الأحد وناخد تفاصيل في تريلر خلينا نشوفه من نرجع نتابع. Everybody likes Lebanon. I love Lebanon. كل الدنيا مجتمعة ببيروت بالويكند، برشلونة وباريس وكلهم مجتمعين ببيروت. صح. طيب كنا عم نحكي انه في قسم مخصص للبناني وقسم مخصص للاجنبي، عن شو عم نحكي؟ يعني ميوزك اكل فود كورتس يعني كل شيء الاكل لنقول شارع المعرض بده يكون اكل لبناني. أوكي. اغاني لبنانيه يعني الباندز فرق الموسيقيه كله بده يكونوا عم يدقوا كل شيء لبناني، وثاني ميل ثاني شارع بده يكون كل شيء اوروبي يعني في حتى كوبن ميوزك راح يكون موجود.
ولايف باند اهم شيء انترناشونال بلس اهم شيء كله لايف باند. واللي محضر البروجرام الاغاني الموسيقى هو جون ماري ريشي مشهود بعمله. اوكي عم نشوف بعض المشاهد هول يمكن من راس السنه. اي صح. ليله الاحتفال باستقبالنا 2018. قديش 2018 هيك عم تحمل بوادر خير لبيروت؟ يعني من وقت ما الحواجز كمان وهالبلوكات الحجر كل شيء تم ازالته من وسط العاصمه، قديش انتم كبلديه عن جد لمستوا تحسن؟ نحن كبلديه بيارات بعد ما التمسنا التحسن، بعدنا عم نشتغل لنقدر خلي الناس يكونوا اكثر منوطين بالمدينه بيروت. ام بتحريك عجلة الاقتصادية. اخر مطاف بلديه هي طرف، في كمان عده اطراف تانيين مفروض كمان هن يتشجعوا ليقدر نرجع نقلع الحركه الاقتصاديه بهالمنطقه. في كم محل رجع فتح؟ ايه صح. وعند كثير اصحاب اصلا استاجروا محلات عم بيتحضروا ليفتحوا بهالوسط التجاري. وهيدا الهدف بالنهايه. ايه الهدف لا الهدف صح هو نحرك عجله الاقتصاديه، ولكن نحن اساسا وقت بلشنا بهالاحتفالات القرار كان مش لنحرك بس الحركه الاقتصاديه، نحن كان بدنا نرجع نرد الفرحه للمدينه. هلا ننتقد انه ليش عم نصرف مصاري على هيك ايفنتس لنقول ام نشاطات. طمن المشاهدين انه نحن عم نصرف مبالغ زهيده جدا لانه كلياتهم سبونسر يلي بيجوا لنقول الفنانين هن حابين يقدموا لمدينتهم. فبطمنهم انه هذا الفرح بعدين انه متكامل دون اي عبء مادي. انه وين بدنا نحط المصاري اذا ما حطيناهم على هيك نشاطات؟ كيف عم بيكون الانتقاد؟ انتقاد دائما انا لك انا بطبعي جوال بحب النقد البناء. لعلي على الموضوع انا ماشي في ناس عم بينتقدوا بنقد غير بناء لنقول بس للانتقاد ردا لهون الناس لما بقيه الناس يفكروا انه نحن ما بنعرف نرد لانه اسم الله كل الناس صاروا بيفهموا بكل المواضيع. لا بلديه بيروت عم تحافظ على اموال المدينه اوكي وعهواها نحن عم نقدر نحافظ على الفرحه وعلى الامال العام. نعم وبنفس الوقت يعني عم تعملوا شيء بمهد، يعني بتصير هي خطوه بتمهد لخطوه ثانيه لخطوه اكبر. يعني وسط بيروت ما رح يرجع بفرد مره ينبض بالحياه، هي شوي شوي عم ترجع له الحياه من خلال هالنشاطات اللي عم تقوموا فيها. اهم شيء بكل الحدث اللي عم نعمله او النشاط اللي عم نعمله هن شغف الناس، هن طالبين منا انه نعمل هالامور. لو ما في تشجيع من حضور الناس على كل مره عم نعمله، بتعرفي بشهر 1/21 لاحد غير شكل في 100,000 زائر زار ساحه النجمه. حلو 100,000. وهلا عندنا يومين سبت احد يعني يمكن نتوقع عدد سبت احد. وهلا خلينا نحكي شوي عن الاحد. يلا لا خلينا نحكي شوي عن السبت بالليل اول شيء. طيب سبت بالليل مولعينه صح؟ كيف عرفتي؟ ولا في عندنا شو فاير شو انترناشونال فاير شو رح نبتدئ الحفل اللي بعد 10:30 حرفيا مولعينه فاير ايه فاير شو وهي انترناشونال فاير شو رح يكون موجود بساحه النجمه وبينطلق مباشره الحفل. والاحد بنبلش رياضيا. اوكي درجات هوائيه؟ لا في عندنا بده يجوا ترينرز اللي بحبوا يشاركونا من الساعة 8 بنبلش نجتمع، على 10 بينطلق النشاط الرياضي بساحة النجمة. وبعدين؟ ونهار طبيعي لكل كمان موسيقى ناعمة وأكل وكل نشاطات للنشاطات عائلية. وعلى 5:15 طبعا في ماتش برشلونة ضد
ما بعرف أتلتيكو مين مدريد. بس رح يكون على شاشات كبيرة. واللي بيعرف بيفهم الليغا اسبانيول بيفهم انه هذا من اهم ماتش بالليغا. حلو، رح تكون كتير عاجقة. هذا ماتش كتير مهم. طب مده لست الشهر، في كمان كاس الاتحاد الاوروبي، في مباراه كثير مهمه. هلا ممكن ما بنعرف. هيك كمان كم يوم زياده بترجع العاصمه كمان تلحقوا تعملوا ايفنت ثاني. ما جوال ما في شيء ما بتعرفي. اوكي، قد ايه عم بتلاقوا صعوبه عقب بتجديد النشاطات؟ يعني هالمره شفنا رياضه قبل ما كنا شايفينها، بعدين عم تتوسع الحلقه، يعني قبل على نهار واحد هلا يومين. يومين صح. وعنا بعد كم سبريزات كتير مهضومين، واكيد بده يكون في عيد الام مميز بساحه النجمه قريبا. هيدا لهلا خلال الاسابيع القادمه. سكوب. طيب حديث ثاني. طب اجوب، قديش انتم كمان كاعضاء بلديه عم تشتغلوا على محيطكم المقرب من العائله والاصدقاء انه لازم تنزلوا على بيروت كمان وتشوفوا؟ يعني قديش انتم كمان عم بتروجوا لهيدا الشيء؟ هلا بدي خبرك شغله، لانه العيد الكره دائما ما بدي لما نزهق المشاهدين. ولكن باكد لكم كل فرد بالمجلس البلدي انه عنده شيء عم بيعمله لهالنشاط زياده عن العمل اللي بيعمله لمدينته. في عمل يعني في تاتش تبع اي شخص من المجلس لهالحدث. فعندك المحافظ عن عيد الكرة، رئيس المجلس، كلها سوا ايد بايد عم نشتغل كلها سوا لنجح الحدث. طبعا كل مرة الايفنت حدا بيكون عم بيهتم لتنظيمها، هالمرة الايفنت اتس ايفنت عم بيحضروا الحدث مع جو ماري ريشه، صديقي وبحييه صار لي زمان ما كنت شايفه، وهيك كلياتنا بنحط ايدنا بايد. هو احلى شيء اجوب انه عن جد هالمدينه عم ترجع تعيش، او هالمكان بالمدينه عم بيرجع يعيش بابنائه من كل الطوائف. يعني بعتقد ما حدا بيعرف انا شو طائفتي او شو مذهبي او مين بنتخب او شو تياري السياسي، المهم انه انا مجتمعه حد شخص تاني كمان ما بعرف عنه شيء. بقى هذا شيء كثير حلو. خلينا نرجع نذكر قبل ما نختم انه السبت واحد 3 و4 شهر كل العالم مدعوين انه يرجعوا يعيشوا مدينه بيروت، لانه بنحبك يا لبنان. ايه، لانه هن اصلا النمط طبعا المدينه. وانا بس بدي اتمنى كمان الاعلام انه دائما، مش ضروري دائما نذكر انه الاطياف وخلص نسينا نحن اللبنانيه، وبيروت هي عاصمه لبنان، قلب لبنان، لقله الشرق، نقطع السطر. بدنا نعيد ونكيف وننبسط كل حياتنا، ما عندنا مشكله. هلا نحن صحيح ناقلين لايف السبت بالليل، بس الناس اصبت تنزل تعيش الحدث من 100%. ما هن رح يزينوا الساحه. صح. اوكي، اهلا وسهلا فيك ابو مثل ما هن معودين. اكيد عضو مجلس بلديه بيروت، يعطيكم الف عافيه وتضلوا بهالهمه. ميرسي كثير، اهلا فيك. بريك، بنرجع نتابع اخبار صباح. درست المال والاقتصاد، ولكن هي كمان ملكة جمال عرب الولايات المتحدة لسنة 2018 وفنانة،
وكنا عم نشوف فيديو كليب خاص فيك ايناس العوان. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير فيكم. حضرتك لك اكثر من 12 سنه مقيمه بالولايات المتحده ومؤخرا ب 21 كانون الثاني شاركتي بحفل انتخاب ملكه جمال العرب بالولايات المتحده اللي اقيم باريزونا. بداية شو يلي شجعك تخوضي هالتجربة الجمالية إيناس؟ أول شيء هي تجربة حلوة، حبيت جرب، ولا مرة فتت بهيك مجال. العالم تسألني جربتي ما سو، كان في فرصة إنه شارك فيها. كمان كان في الجمعية مس أرب يو اس اي، هي بيوتي وذ بيربس، في إلها هدف وهو دعم المرأة بالوطن العربي وصورة المرأة بالغرب، وفيك تتبني قضايا بعدين، فحبيت الكونسبت تبعها. That's the main reason. اوكي. رح نشوف مشاهد من ليلة الانتخاب، خلينا شوي نسمع اللحظة. ما كان عندك مثل ما قلتي ولا تجربة جمالية قبل، كيف توصفي هالتجربة؟ كتير كانت exciting. أول شيء كان في كتير ضغط ولازم نتعلم كتير شغلات بوقت كتير قصير. سافرنا 20 صبية على أريزونا ودربونا شيء أسبوع. كان كل يوم عبارة عن 11 ساعة شغل. فكتير كان في pressure. بس الحفل كان كتير حلو وفي رهبة. مين أكثر صبية نفستك؟ كان في أكيد اللي طلعوا الوصيفة الأولى والوصيفة من لبنان. الوصيفة الأولى غير مشمالي، ووصيفة تانية نور من فلسطين كمان. أوكي. أنت كمان بتغني إيناس، قد إيه لك بمجال الفن؟ مش كتير. هلا يعني اجى بالتزامن مع الانتخاب مع اللقب. هو انا شاركت بمس ارب يو اس اي وما عرفت اذا رح يختاروني او لا. سو بعدين بلشت بالفن. هني اجلوا مس ارب يو اس اي سنه وبلشت بالفن. عملت غنيتين، غنيت وعدني وغنيت هاو كان يو ميك مي سي وغنيه شعبيه اسمها يسلم لي. بهالفتره اجت المسابقة وعملت مس ارب يو اس اي. فكانوا اشتغلت الاغاني من هنيك من امريكا. اجيت بالصيف بسبتمبر اللي مضي على لبنان، عملت اول غنية. فكانت تجربة يعني تعلمت فيها كتير كرمال تاني مرة. اكزاكتلي. غنية وعدني كانت كلمات والحان خالد الشيخ. صورت هون بلبنان. ايه صورت هون بلبنان كمان. يعني كان كمان كانت زيارتي قصيرة فكان كل شيء مضغوط. عندك اقارب بسوريا قدرت تشوفيهم عم تتواصلوا سوا مع العائلة ببلدك الام؟ اكيد. يعني بروح بس انه قليل يعني بالاوضاع الحالية. أوكي. هلا انت موجودة بلبنان اول شيء. اوكي هلا بسألك برجع تنسمع. وحدك انت الساكن فيني عايش بالعيون. رح اجل سؤالي لانه بدي اعلق شوي على الكليب. شفناك عم تعملي رياضه بالكليب وانت اصلا بتعلمي يوغا، كيف قدرت تلحقي على كل شيء؟ هو
يعني صعب انه لحق على كل شيء، بس هو اليوغا بي اكشلي بخليكي تسترخي لحتى تاخدي انرجي لتكملي باقي الشغلات. تنظمي كمان. هو تنظيم الوقت اهم شيء. فاليوغا اكيد بنصح فيها كثير، بتريح وبتعطيكي انرجي. فحبينا نفرجي جزء من هالشخصية بالكليب. اوكي. مجال تخصصك درستي فاينانس ايناس، اشتغلتي بهيدا المجال او بتحسي هيدا مجال ما بعرف هيك مع الوقت حسيت عم تبعدي عنه؟ لا، هو اكيد هي الشغل الاساسي بي، يعني بعدك مكفية بهيدا المجال. وهو بدي ادرس فاينانس لحتى so I can make some money لحتى لحتى اعمل اغاني 100%. نفهم انه ما في برودكشن، ما في شركة انتاج. لا كله انتاجك الخاص. كنت عم بسأل قبل شوي انه انت هلا بلبنان كرمال الانترفيوز من بعد اللقب وكرمال كمان تحضري لاعمال فنية جديدة، فكرت باغانيك؟ اغنية How Can You Make Me Say انا كتبتها وعملتها مع American producer، فحبيت اعمل ميكس عربيك وانجلش ليركس اللي انا بحبهم، الكلمات اللي انا بحس فيهم، سو كتبتها الاغنيه. بس عربي لا ما بتكتب. ايه عربي وانجلش كانت الاغنيه. اثنيناتهم كتبتيهم انت الاغنيه. مين بلحن لك؟ مين يلي لحن هي الاغنيه؟ اللحن من هو امريكان برودوسر، عمل كفر لاغنيه قديمه شوي. اوكي. فهو جددها ووزعها. اوكي. كيف المحيط بالولايات المتحدة بيستقبل هالأغاني يلي عم بتقدميها إيناس؟ عندك ما بعرف خطة إنه تقدمي حفلات؟ عملت حفلة بعد؟ أنا عملت بعمل حفلات هنيك، كان في الفنان وفي حبيب من فترة، وكان في حفلة للفنان كمان صلاح الكردي هنيك. يعني يجولي بس يجوا الفنانين من بتشارك من الوطن العربي. إيه بشارك بحفلات، وهنيك الاستقبال للأغاني بينبسطوا بس يشوفوا يعني هنيك شخص بيحكي اللغة طبعاً وعايش بالكالتشر طبعاً، ونفس الشيء بجيب شيء من برا الأغاني اللي فيها عربي، والميكس كمان كتير هلأ دارج، يعني بحبوا الانجليش مع العربي أو اللاتيني مع العربي. أهون لك تغني بالعربي ولا بالانجليش؟ نفس الشيء نفس الشيء. طيب هلا شو قلتي لنا انك عم تحضري لمشروع فني جديد؟ هلا بدي سجل هون اغاني جديده. ايه عم بشتغل عليها، وراح اشتغل مع بيرمان براذرز، هن برودوسرز كمان باليو اس جرامي اوورد وينرز، سو ام سو اكسايتد. بدنا نحط لاتيني مع مين عم تشتغلي هون بلبنان؟ هلا بعد مش فاينل وين بدي اعملها بالضبط. في عده اسماء مطروحه. اوكي. الفيديو كليب يلي شفناه من شوي اخراج مين ايناس؟ فيديو وعدني اخراج جو صليبة، والفيديو الاول هاو كان يو ميك مي سي اخراج سينج بامريكا كمان عملنا يعني جروب اوف. طيب عم بتتابعي هون فنانين؟ بتسمعي لهم اغانيهم؟ بتشوفي الكليبات؟ اكيد في بسمع شغلات جديدة، والهيتس بيوصلونا يعني شوي مأخرين بس بيوصلوا. 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 والفنانين يلي بيزوروا أمريكا لحفلات بتحضريهم يعني؟ ايه أكيد بحب أحضر الفنانين وشوفهم على الستيج ويعني أعمل كومباريسون كيف الستيج وكيف الريكوردينج. برافو. فينا نسمع شيء هلأ هيك عبالك؟ هذا شيء من أعمالك أنت هيك كمان المشاهدين بيتعرفوا اكثر. طيب بغني حابه غني لولا الملامه. يلا هيك اروق شوي على الصبح. اوكي. اغني شوي اكتف. يلا بدنا نرقص. اوكي. لولا الملامه يا هوا لولا الملامه، لفرد جناحي على الهوا زي اليمامه. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. واطر وارفرف بالفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. واطر وارفرف بالفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة. وانا بخاف الملامة واهمل الملامة. حلو.
درستي موسيقى؟ عم هيك سؤال اخير، عم بتجربي يعني تشتغلي اكثر على أكيد الموضوع؟ اكيد بعد ما خلصت دراستي رجعت للميوزك، لانه يعني في كثير شغلات بتتعلميها، وعملت ليسنز هنيك سولفاج وميوزك وهيك لاعرف هيت نوت كل شيء. نحن بنتمنى لك كل التوفيق ايناس، مبروك مره جديده. جاست وان مور ويك، اسبوع اسبوع زياده. Good luck. Thank you. Thank you. أهلا وسهلا فيك معنا. Thanks. ونحن هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لصباح اليوم. بكرة أكيد حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30 من أخبار صباح. كونوا على المواد. Bye. Bye.